أنا فتاة عمر 28 سنة وخادمة بالتربية الكنسية، وتقدم لي شاب في مثل سني، وهذا الشاب يعمل فترتين، ومن خلال حديثه اتضح لي أن ليس له علاقة بالكنيسة ولا بالله، وليس له أب اعتراف، ولكن لديه الإمكانيات والشقة وأهل موافقين، وقالوا لي أنه سوف يعرف الله بعد الزواج بخادمة مثل أنت. لو خادمة مظبوطة تقدر توصليه لربنا فعلا ما دام طيب يعني وكويس، بس تنقصه الحاجات، لكن مش توصليه لربنا بالعافية وتكرهيه في الكنيسة. إذا كان بيشتغل فترتين شوفي يوم الأجازة بتاعه ووصليه لربنا، أيام الأعياد دخليه الكنيسة، عرفيه ببعض الآباء الكهنة اللطفاء. يعني اقصد ايه باللطفاء؟ ولم اخذ الاباء كهنة الموجودين دول ما يتضايقوش يعني. يعني ايه؟ في كاهن يكون شديد وصعب، يجي ياخد اعتراف واحد يعصره عصر، زي واحد يعني بيجرد واحد كده تجريد كامل كده، لغاية لما التاني يبقى قاعد تعبان ما يصدق تخلص فترة الاعتراف ويقول عمري ما هخش عند الراجل ده تاني. يعصره وعملت ايه وبالتفاصيل، وقول وما تقولش، يا عيني يبقى مسكين واقع في ايده ومش عارف يخرج. وفي اب تاني تلاقيه لطيف ورقيق وياخد منه الاعتراف بهدوء، وإن ما كانش قادر على حاجة يأجلها لنوبة تانية، وحتى الخطية اللي تحتاج لعقوبة ما يعاقبوش لغاية لما ينميه ويبقى هو اللي يطلب العقوبة عشان يريح ضميره. لكن لو جبت له أب اعتراف يقول له دي حرام ودي حرام ودي حرام هيتعقد، وده راجل جديد وغرس جديد. فشوفي إذا قدرت تجذبيه إلى الله كما جذب إليك، تبقي شاطرة وتبقي خادمة مظبوطة وضميه للفصل بتاعك، بس الفرق إنه بياخد منك دروس خصوصية والطلبة بياخدوا دروس عمومية، وكل ده قبل الزواج برضه. وممكن قبل الخطوبة، لكن مش تقولي له أنا ما اتجوزكش غير لما تصوم الأربع والجمعة وصيام انقطاعي وتصوم 43 يوم ميلاد و55 يوم قبل القيامة و15 عذراء غير صيام الرسل. خديه بالتدريب وشوف يجي منه ولا لا. لو لقيتيه مش هيروح الكنيسة وهو اللي هيبعدك عن الكنيسة يبقى تبتعد عنه خلاص. واحدة بتقول أنا أعمل بالبنك ومدير البنك يريد أنه يقبض بدل عمل إضافي وهو لا يقوم به، وأنا أقوم بمراجعة مستندات صرف المبلغ، ما أنا مش عارف مين اللي بيعتمد العمل الإضافي للمدير. يعني هو المدير بيعتمد العمل الإضافي للباقيين، أو مدير المستخدمين بيعتمد، مدير الحسابات ده بيأيد الحسابات، لكن مين اللي بيعتمد العمل الإضافي بتاع المدير ده؟ أنا مش عارف، فياريت تسألين عنه. مش أنت اللي بتعتمد مدير الحسابات هيعتمد العمل الإضافي بتاع المدير؟ يعرف منين اشتغلوا ولا ما اشتغلوش، وهل المدير عمل العمل الإضافي جوه الشغل أو خارج الشغل؟ برضو دي نقطة. فأنت ليك تشوف المستندات.